يواصل الصندوق الملكي لشهداء الواجب بذل الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء منذ تأسيسه بموجب المرسوم الملكي رقم 16 لسنة 2016 تحقيقا للغاية النبيلة التي أنشئ من أجلها. وتتم إدارة الصندوق الملكي لشهداء الواجب من قبل الهيئة العليا للصندوق التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث يقوم الصندوق بتوفير مختلف احتياجات أسر الشهداء تقديرا وعرفانا للتضحيات المشرفة التي قدمها شهداء الواجب المخلصين بما يوفر مختلف احتياجات أسر الشهداء. Thank you.